كيف السؤال؟ يسأل عن قضية لبس النقاب بالنسبة للمرأة. المرأة تلبس ما يستر وجهها، ما يستر وجهها، ولا تجعل بعض وجهها مكشوفا وبعضه مستورا بالنقاب أو غير، تغطي وجهها كله، هذا هو الواجب عليها. وإن كانت من اعتادت لبس البرقع أو النقاب الذي نقب للعينين فقط أو لعين واحدة، إذا كانت ممن عادتهم كذلك مجتمعهم يلبس هذا الشيء ولم يظهر منها إلا العين أو العينين، لا بأس بذلك. نعم. وبالنسبة للعباءة المزخرفة شيء؟ لا يجوز العباءة، لا تتخذ للزخرفة ولا للزينة، إنما تؤخذ العباءة للستر، وتكون العباءة ليس فيها زينة، تكون العباءة ليس فيها زينة ولا تطريز، لأنها ليست لباس زينة وإنما هي لباس ستر. العباءة تلبس فوق الثياب، تلبسها المرأة فوق ثيابها مثل الجلباب، تضعها على رأسها وتغطي بها جسمها عند الخروج إلى من البيت. نعم.